بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم بنبتدي درسنا الأحداث المستقلة أو احتمالات الأحداث المستقلة والأحداث الغير مستقلة. رياضيات 3 ريض 261 للمستوى الثاني العلوم التجارية، وريض 808 المستوى الثاني للتعليم الفني والمهني. ومعاكم بناخذ الحين الأهداف. أهداف الدرس اليوم بناخذ أن نحدد الأحداث المستقلة وغير المستقلة، أن توجد أو نوجد احتمالات الأحداث المستقلة والأحداث غير المستقلة. أيا تشوف هني شلون أحدد الحدثان المستقلين أو غير مستقلين. ناخذ تعريف الحدثين المستقلين: إذا كان احتمال حدوث أحدهما لا يؤثر في احتمال حدوث الآخر. حدثين غير مستقلين: إذا كان احتمال حدوث أيهما يغير بطريقة ما احتمال حدوث الآخر. ناخذ بعض العبارات اللي لما أشوفها في المسألة اللي عندي أعرف أن هذه الحدثين مستقلين أو غير مستقلين. سحب مع إعادة أو إرجاع، لما أشوف هذه العبارة معناتها أحداث مستقلة. سحب دون إعادة أو إرجاع معناتها أحداث غير مستقلة. نشوف مع بعض الهدف الأول. نأخذ عليه مثال: حدد ما إذا كان الحدثان مستقلين أو غير مستقلين في كل مما يأتي ووضح إجابتك. ألقي مكعب أرقام ثم ألقي مكعب آخر. أنا بيلاحظ معاكم أن عندي مكعبين، ألقيت المكعب الأول ثم ألقيت المكعب الآخر، هل يتأثر كل مكعب بالآخر أو لا؟ نشوف مع بعض. نسمي هذه الحدثين مستقلين لأن رمي المكعب الأول لا يؤثر في احتمال ناتج رمي المكعب الثاني، وبذي حددنا أن هاي الحدثين مستقلين. نروح إلى مثال آخر: سحب بطاقة من كيس يحتوي بطاقات مرقمة من 1 إلى 20 من دون إرجاع ثم سحب بطاقة ثانية. أنا بلاحظ معاكم أنه قال لي في المثال من دون إرجاع، معنات من دون إرجاع فمعنات الحدثين غير مستقلين. ليش؟ لأن البطاقة الأولى لم تعد إلى الكيس ولا يمكن اختيارها مرة أخرى، مما يؤثر في احتمال سحب البطاقة الثانية، إذ أن عدد عناصر فضاء العينة نقص واحدا. معناته أن العدد الكلي عندي لما سحبت بطاقة وما رجعتها تأثر وتغير العدد الكلي، لذلك أنا أسميه هو الحدثين الغير مستقلين. كملنا بذي الشكل مثالنا وهدفنا هذه اللي هو حدد الحدثان المستقلين أو غير المستقلين، وننتقل إلى هدف آخر: احتمال حدثين مستقلين. نقول احتمال وقوع حدثين مستقلين معا يساوي حاصل ضرب احتمالي الحدثين. إذا كان الحدثان A و B مستقلين فإن احتمال، احنا اخذنا رمز الاحتمال بالبي، افتح قوس A و B اصك القوس يساوي احتمال A تقاطع البي، هذه معنات الحدثين المستقلين يساوي احتمال الحدث الاول ضرب احتمال الحدث الثاني. نروح الحين نشوف المثال على هذه الاحداث المستقلة. كيس به 5 قصاصات ورقية خضراء وست قصاصات حمراء. إذا سحب أحمد قصاصة ولم يعجبه لونها فأعادها وسحب قصاصة من الكيس مرة أخرى، فما احتمال أن يسحب قصاصة خضراء في المرتين؟ أنا لاحظت في السؤال عندي أن أحمد سحب بطاقة ولم تعجبه فأعادها، معنات أعادها فهذه الحدثين مستقلين نفس ما خذينا في البداية. إني نشوف هني هذه الأحداث مستقلة لأن أحمد أعاد القصاصة التي سحبها أولا. افترض أن بي يمثل سحب قصاصة خضراء،
أي أحط القانون فبقول احتمال بي تقاطع البي، وليش خذيت اثنين هم الرمزين بي؟ لأن أنا قلت إن أحمد سحب في المرتين القصاصة الخضراء، لذلك خذيت اثنين هم بي. فبي بقول احتمال بي تقاطع البي اللي هي الأحداث المستقلة يساوي احتمال الحدث الأول ضرب احتمال الحدث الثاني، بقول يساوي. أشوف عدد القصاصات الخضراء هي 5، فبقول 5 على 11 لأن العدد الكلي 5 زائد 6 يعطيني 11. وليش حطيت 5 على 11؟ لأن أنا أعرف الاحتمال دائما هو عدد الشيء اللي أبي على العدد الكلي، لذلك أنا خذيت 5 اللي هي القصاصات الخضراء على العدد الكلي 11 ضرب الاحتمال الثاني 5 على 11. وليش حطيت 5 على 11؟ لأن أحمد أعاد القصاصة الخضراء، فلما أعادها ما تغير عندي عدد القصاصات الخضراء ولا تغير عندي العدد الكلي، لذلك ضربته في 5 على 11 ويعطيني الناتج 25 على 121. وبذلك أنا انتهيت من هذا المثال وعرفت شلون أطلع احتمال حدثين مستقلين. إني نشوف المثال اللي بعده. بينت دراسة مسحية أن 75% من طلبة إحدى الجامعات لديهم رخص قيادة السيارة. إذا اختير طالبان عشوائيا فما احتمال أن يكون لديهم رخص قيادة السيارة؟ أيفترض أن الحدث يمثل اختيار طلبة أن يكون لديهم رخص قيادة السيارة؟ بيقول احتمال A تقاطع A اللي هو احتمال الحدثين المستقلين يساوي احتمال الحدث الأول ضرب احتمال الحدث الثاني، أقول يساوي. ليش أنا حطيت احتمال الحدث الأول 0.75؟ لأن أنا قلت عطني 75%، فمعناته 75 قسمة 100، لما طلعها تطلع لي 0.75 ضرب أي أحط الاحتمال الثاني بنفس الطريقة 0.75 يطلع عندي يساوي 0.5625. وبذي الشكل طلعت احتمال حدثين مستقلين لأي دراسة مسحية. وانتهيت هني من احتمال حدثين مستقلين، أي انتقل إلى الهدف اللي بعده اللي هو احتمال حدثين غير مستقلين. ناخذ مثال. يرغب جاسم وأصدقائه في الذهاب إلى مباراة لكرة القدم، وقد وضعوا 5 قصاصات صفراء وثلاث قصاصات زرقاء في كيس. إذا سحب شخص قصاصة صفراء فسيركب السيارة، وإذا سحب قصاصة زرقاء فسيركب في باص النقل العام. افترض أن جاسم سحب قصاصة ولم يرجعها ثانية، فإذا سحب صديقه زيد قصاصة فما احتمال أن يسحب كل من الصديقين قصاصة صفراء؟ بلاحظ معاكم هني أن قال لي أن جاسم سحب قصاصة ولم يرجعها ثانيا، فمعناته لما خذينا في البداية من العبارات لم يرجعها أو لم يعيدها معناته أحداث غير مستقلة. نشوف شلون بحل هذه السؤال. أيها أقول احتمال الحدث الأول تقاطع الحدث الثاني اللي هو الاحتمالات الغير مستقلين يساوي احتمال الحدث الأول ضرب احتمال الحدث الثاني. أي أشوف طريقة حلي لهذا السؤال، أقول يساوي. قال لي هني احتمال الحدث الأول 5 على 8. ليش؟ لأن قال لي القصاصات اللي أنا خذيتها صفراء، وأنا عارف أن عدد البطاقات أو القصاصات الصفراء 5، العدد الكلي للقصاصات 5 زائد 3 هو 8، لذلك أنا حطيت 5 على 8. أنتبه أن أنا القصاصة الصفراء لم أرجعها، فيشوف زيد أي لون القصاصة اللي سحبها؟ نفس الشيء زيد سحب قصاصة صفراء، فبطالع الاحتمال الثاني معاكم حط لي 4. ليش 4؟ لأن سحب جاسم بطاقة ولم يعيدها، لذلك أنا حطيت 4.
المقام حطيت 7 اللي هو العدد الكلي. ليش؟ لأن جاسم لما سحب البطاقة ولم يرجعها فتأثر العدد الكلي اللي هو فضاء العينة وصار 7، لذلك أنا حطيت 4 على 7 فيساوي 5 على 14. وبذلك أنا انتهيت من مثالي في الأحداث الغير مستقلة، وأشكر لكم حسن استماعكم ونرجو للجميع النجاح والتفوق.